ترميم وإعادة تأهيل 3 مراكز صحية في أحياء هشة بمدينة الرباط، والأميرة للا حسناء ترأست حفل انطلاق المراكز 3. زيارة الأميرة انطلقت من المركز الصحي الملك بيعقوب المنصور، مركز صحي عرف أيضا اقتناء معدات طبية جديدة لتحسين ظروف استقبال المرضى وظروف اشتغال الأطر الطبية. وصاحبة المبادرة جمعية حسنات بشراكة مع مؤسسات مختلفة. اللي تضاف له من بعدها التوسيع وإعادة التأهيل وقاعة لطب الأسنان، كذلك قاعة طب الأطفال، وتم تزويد المركز بالفحص بآلات فحص بأشعة الصدى ليكوغرافي. تم كذلك تزويد المركز بموارد بشرية كأطباء طب أسنان وطبيبة طب أطفال. الأميرة للا حسناء زارت أيضا كلا من المركز الصحي اليوسفية والمركز الصحي التقدم، مركزان شملتهما عمليات إعادة التأهيل، واطلعت على مختلف مرافق الاستقبال والتطبيب التي تم تحديثها. مناسبة عرفت أيضا التوقيع على 3 اتفاقيات للشراكة بين جمعية حسنات وشركاء آخرين لتقديم الدعم المالي لهذه الجمعية، وأيضا مواكبة متطلبات مشاريعها. هم 3 ديال المراكز في 3 ديال الأحياء عندهم واحد المغزى في مدينة الرباط، اللي هما اليعقوب المنصور واليوسفية والتقدم. كانوا كيعرفوا واحد الاكتضاض، كانوا كيعرفوا واحد المستوى ما كناش راضيين عليه، والحمد لله جات هذه الفرصة هذه وعطاتنا باش أننا نعاودوا نديروا التوسيع ديال هذه المراكز الصحية. يولي عندنا نمط جديد، واحد الدرجة عالية ديال هذه المراكز الصحية الأولية. مبادرة يرتقب أن يقتدى بها في مراكز أخرى في سياق أنسنة الخدمات داخل المراكز الصحية وتقديم مرافقة جيدة للمرضى.